حلقة جديدة من برنامج تفضلوا عندنا. النهاردة هنعمل فتة السلق بمكعبات اللحم، وهنعمل كمان كنافة بمهلبية قمر الدين. ايه رأيكم نطلع فاصل ونرجع نشوف هنعمل الكنافة والفتة ازاي؟ خليكم معايا. رجعنا بعد الفاصل، تعالوا بقى نشوف مكونات فتة السلق بمكعبات اللحم. ده لحمة مكعبات انا قطعتها وسلقتها عشان كنت عايزة المرقة، وعملت رز بلسان العصفور وعيش بالثوم والتوابل والزبدة. ودي لحمة مكعبات انا هشوحها دلوقتي بالبصل والثوم عشان عايزة انزل صوص كده معاها، ساور كريم سويت اند ساور وصلصة طماطم، توم مفروم وتوم صحيح وزبدة ومرقة ولوز. اول حاجة هعملها ان انا هحط الزبدة كده عشان دي بتاعة السلق، وهنا هحط الزيت عشان دي بتاعة اللحمة، واللحمة نحط لها زيت كده الاول يسخن ونشوحها، بعدين ممكن نحط لها زبدة. هحط رشة فلفل اسود كده، والزبدة هي ابتدت تسيح. اول ما تسيح هحط الثوم مع السلق. النهاردة كمان هنعمل كنافة بمهلبية قمر الدين، جميلة جدا ولذيذة قوي، وبتتقدم بطريقة ظريفة وحلوة قوي. اهو الزيت سخن، ابتدي احط اللحمة. احط كده مكعبات اللحمة، وهنا بقى هبتدي احط السلق. مش لازم الزبدة تسخن قوي، المهم تسيح، لان دي مش لحمة او فراخ يعني. طبعا كمية السلق دي احنا عارفين هيخس دلوقتي خالص. هجيب الطبق ده، ممكن اعمل الحاجات اللي ممكن تتعمل دلوقتي. احط فيها العيش، وبعدين هحط له كده المرقه، اول ما تتحمر كويس قوي هبتدي احط البصل، وبعدين هحط الاول نحط الساور كريم، ممكن ندوبه في توم وممكن لا. وبعدين هجيب كده مكعبات اللحمة، هنا بقى هعمل الصوص الطماطم اللي هو بصلصة الطماطم والسويت اند ساور. هحط الزيت كده
هبتدي بقى احط البصل. شايفين كمية البصل؟ كل ده انا عايزاه يدوب مع اللحمة. البصل بيطعم الاكل جدا جدا جدا. بس هسيبه كده يتحمر. هحط هنا الثوم المفروم وبعدين صلصة الطماطم، هدوبهم كده مع بعض بس، وهسيبها لحد ما تتسبك. ايه رأيكم بقى نطلع فاصل ونرجع نكمل بقية الفتة وكمان نعمل الكنافة بمهلبية القمر الدين؟ خليكم معايا. رجعنا بعد الفاصل، اللحمه هي لسه بتتشوح. كل اللي انا عايزاه بس ان انا هحط السويت اند ساور هنا كده، وهقلب كويس قوي، وهحط بس يعني مرقه او ميه، بس انا ممكن احط ربع كوبايه ميه كده، وهقلب لحد ما تتسبك كويس قوي، وكمان اقلب السلق. هحط له بقى ايه؟ هحط له الثوم، وهحط له كمان فصوص الثوم دي، انا في الفاصل صحيح لقيت الطبق صغنن فروحت مكبره ورحت قلبه هنا احسن، هنا احلى كده. هقلب كده بس، وابتدي بقى اتبل السلق كده بشويه بهارات. احط ايه؟ احط فلفل اسود، واحط بودره ثوم، كزبره، بودره بصل، ممكن نحط الاربع حاجات دول، بودره ثوم وبودره بصل. فلفل اسود ممكن هنا كمان، كزبرة بس، واقلب تاني كده. نقعد بقى نقلب في السلق كده لحد ما يدوب خالص، بعد كده نبتدي نفرمه في الكبة، واللحمة كمان لسه قدامها شوية. هنعمل دلوقتي كنافة بمهلبية قمر الدين بالمكسرات والكريم شانتي. عايزه اقول لكم طريقتها سهله جدا لو احنا محضرين اصلا المقادير. كريم شانتي مهلبية قمر الدين، عادي قمر الدين نفضل ندوبه ونحط عليه نشا لحد ما يدوب ويتقل، بعد كده نضربه في الخلاط ونحطه تاني ونفضل نقلبه لحد ما يدوب خالص ويتقل وندخله التلاجه. وانا كمان حاطه هنا لون اورانج عشان يدي كده لون فاقع كده، يبقى شكله حلو. هحط كده كريم شانتيه هنا بالراحة خالص كمان عشان ما يهبطش مننا ويدينا الشكل اللي احنا عايزينه كده. وبعدين هحط، ممكن نحط كده هنا شوية مكسرات مشكلة، وبعدين هحط الكنافة اللي انا محمراها في الفرن كده. بعدين نحط طبقة من مهلبية قمر الدين، انا حطها في التلاجة عشان تبقى ساقعة، عشان الحاجة كده لما بتبقى ساقعة كمان بيبقى طعمها حلو قوي. عايزين تخلوها دافية مفيش مشكلة كده. ابتدي احط اللحمه دي كده هنا،
بس واسيبها بقى تتسبك مع الصوص. بس ونحط بقى على الوش كده المكسرات وندخله التلاجة لمدة يعني من ساعة كده لساعتين عشان الحاجة تمسك في بعض زي ما انتوا شايفين كده بالمنظر ده. نحط هنا الصوص من غير اللحمة كده. عشان اصلا فيه لحمة مسلوقة. طبعا لو احنا عندنا مرقة من الاول ما فيش داعي ان احنا نسلق اللحمة، ممكن كلها نعملها زي ما انا عاملاها، حمرتها بالبصل وخلصتها كده. نحط الرز ده، رز بلسان العصفور. كده بعد لما احنا كده دلوقتي بعد لما احنا طحنا السله وحطيناه في مرقه اللحمه، شايفين بقى عامل ازاي وطعمه كمان هيبقى ان شاء الله حلو. كل اللي احنا هنعمله بقى دلوقتي ان احنا ايه، نحط كده نبتدي بقى نعمل ايه، نحط مكعبات اللحمة بصوص الطماطم كده كده. وبعدين هحط كده لوز على الجنب، لوز او اي نوع مكسرات، بس مهم جدا موضوع المكسرات ده يعني هيفرق قوي في الطعم. لوز سوداني، بندق سوداني كمان بيدي طعم حلو قوي للاكل. والساور كريم هنحطها كده في النص. وكده نكون خلصنا النهارده كنافه بمهلبيه قمر الدين، مع حشيناها كريم شانتيه ومكسرات مشكله، وكمان ما ننساش نحطها في الثلاجه عشان بتبقى طعمها احلى. وعملنا كمان فتت السلق بمكعبات اللحم وحطينا معاها ساور كريم ولوز محمر. يا رب تكون الوصفات عجبتكم، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه. باي باي.